بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. من أكاديمية حسونة معاكم أخوكم أحمد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بفضل الله عايزين نعمل تطوير جديد على المكتبة ونتناقش قبل ما نعمله هنعمله ليه. بص، دي آخر حاجة عملناها بفضل الله في التيبل ويدجت. أوكي، لو انا شغلت كده كنترول مع F5 افكركم، وانا فاتح طبعا الكنترولر الناحية التانية، اما بندوس كده بيظهر لنا شوية بيانات جميلة وزي الفل. اوكي، وبنظبط اللي احنا عايزينه فيه. الكود بتاعنا كان كبير جدا، يعني انا دلوقتي ثواني شغل تاني كده، كان عندي كام عمود وكام صف؟ عندي عمودين، واخد بالك معايا، وخمس صفوف. عمودين وخمس صفوف حاجة قليلة جدا بالنسبة للبيانات، حاجة قليلة جدا بالنسبة للبيانات. وشايف كتبنا كود قد ايه، وممكن تلاقي نفسك بتتلخبط وتلاقي نفسك مش عارف تعمل ايه. فاحنا عايزين نسهل الموضوع ده يا جماعة، بفضل الله هنسهله. بس احنا كنا بنتأسس فيه، يعني انا قبل ما اسهلهولك طب ما نفهمه الاول علشان لما نيجي نسهل عليه نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. خلاص، انا قدام الجدول اهو. الجدول ده بيتعمل بطريقه صعبه شويه، ان بتعمل لكل خليه حساب، لكل خليه نيو كيو تيبل ويدجت ايتم، وبتضيفها بطريقه معينه وبتشتغل عليها بطريقه معينه، ولازم تبقى حذر وانت بتحط الارقام و و و. خلاص، عايزين نسهل هذا الكلام. فهنفتح مع بعض الحسونه ليب دوت رينج كنترول مع او، وانا على الرينج نوت باد على الديسكتوب بجيب الحسونه ليب دوت رينج. اخر حاجه عملناها في الحسونه لايبراري كانت الكلاس اللي اسمه فورم تولز. خلاص اهو، انا مش هشتغل جوه الكلاس فورم تولز. ليه؟ لان انا عايز كلاس جديد، انا عايز كلاس كده من بابه. هعمل جوه المكتبه كلاس من بابه. يعني ايه كلاس من بابه؟ يعني انا هعرفه واشتغل عليه. واصله معاك الفكره؟ تعالى دلوقتي، طبعا الكلاس ده هياخد مننا تطوير، وممكن بعد ما نخلصه ونجربه كمان نحتاج ان احنا نطور عليه فيما بعد مستقبلا ان شاء الله. اجي هنا هبدا في هذا الكلاس. كلاس عايز، كلاس ده يمكنني من ان يبقى عندي جدول بيانات، جدول بيانات، جدول تيبل بيانات، داتا، داتا تيبل، سميه داتا تيبل. خلاص، وهعمل اقواس تنظيميه للكلاس بالشكل ده كده. ادخل جوه هنا ابدا اجهز لشغلي، ابدا اجهز لشغلي. وطبعا بفضل الله زي احنا عارفين ان لغه الرينج بتسهل علينا جدا في موضوع الليست. تمام، فانا عايز اعمل ايه؟ انا عايز يبقى عندي حاجه بجيب منها الاعمده. حاجه بجيب منها ايه؟ الاعمده. هعرف جوه الكلاس ده اول حاجه اعملها الايه؟ الكولومنز. الايه؟ الكولومنز بتساوي ليست فاضيه كده. خلاص، كولومنز ليست فاضيه، مفيش ولا عمود. الجدول طبيعي او اللي انت ما تعرفه، ها، مفيهوش ولا عمود، جدول جديد. ماشي، طيب، حلو قوي. ايه تاني؟ الروز. روز مالها؟ الروز اهو، خليها ار كابيتال في الاول. الروز دي بتساوي بردك ايه؟ لسه فاضيه. ماشي، لان كل روز بعد كده هيبقى عباره عن ليست اصلا، فاهم الفكره؟ طيب، بعد كده نعمل متغير تاني اسمه مثلا تيبل نيم. تيبل ايه؟ نيم. وندي له قيمه افتراضيه مثلا مسافه كده ولا حاجه. خلاص، طيب، نعمل مثلا خاصيه. هل انت عايز الخاصيه دي قبل ما اشتغل بالجدول، عايز الخاصيه دي تكون ريد اونلي ولا لا؟ يعني عايز الجدول يكون ريد اونلي للقراءه فقط ولا لا؟ فهنظبطها احنا على ترو، على اساس ان البيانات في الغالبيه بتكون حساسه مش عايزين نعدل عليها. فهنقول الريد اونلي، الريد اونلي بتساوي ترو، يعني هفتح، يعني هيبقى للقراءه فقط ديفولت. خلاص، ريد اونلي ماله؟ بترو. ماشي، وعندنا
عارف انت لما جينا نعمل الجدول بدل ما نختار كل خلية لوحدها، لما بنيجي ندوس فيروح هو مختار الصف كله، فنعمل متغير اسمه select all row، بالك رو مش روز، رو select all row، يعني انت عايز تختار الصف كله. هنظبطها برضو الديفولت على ترو، يعني احنا هنخليها بترو في الاول، بعد كده لو عايز تعدل عليها عدل براحتك. ماشي، دي كده ايه المتغيرات في الاول اللي عندي. بعد كده بفضل الله لو احتاجنا حاجه ثانيه بنحطها مستقبلا ان شاء الله. طيب في البدايه مش عايز انسى اعمل الداله اللي هي الانيشيالايز، هعمل فانك. اوكي، الفانك دي انا مش عايز اقول له ابعت وكده، عايز ايه يبقى الموضوع اسهل، يعني اي ان اي تي، خلاص الاي ان اي تي، وهنا مش هخليه يبعت حاجه، انا لوحدي هظبط ايه، هظبط التيبل نيم لوحدي، هظبطه على ايه، اول ما هو يعمل نسخه ويعمل لها اقواس، ها ويعمل لها اقواس، هظبطه على كلمه ماي تيبل بس، مش قصه مش هيفرق معانا يعني التيبل نيم قوي يعني، خد بالك يعني، بس هي حاجه اوبشن كده بنحطها زياده وخلاص. خلاص طيب انا دلوقتي عندي ايه، اي تيبل ده الاسم الافتراضي لاي جدول انت هتعمله. عايزك بقى ما تنساش، عايزك ما تنساش انك الخاصيه بتاعت الريد اونلي، واخد بالك، معموله على ايه، على ترو. لو انت عايز تسهل عليه، واخد بالك، تبدا بقى تظبطهم واحده واحده. بص انت عندك هنا ثلاث خصائص المفروض تعمل لهم تظبيطات، التيبل نيم والريد اونلي والسيلكت اول رو. يعني هاجي هنا هعمل فانك، الفانك ده هسميها ايه، سميها ست للتيبل نيم، ست للتيبل نيم. انا بقى بتبعت النيم، بتبعت ايه، بتبعت النيم، بتبعت التيبل تقول ايه نيم، ده عندنا تيبل نيم، انت هنا بتبعت ايه، ابعت النيم وخلاص اهو، ابعت الايه، ابعت النيم. او ما انا هعمل ايه بقى بعد انت ما تبعت النيم، هاندا هقول له this دوت، يعني التيبل نيم اللي في الكلاس، التيبل نيم اللي في الكلاس يساوي النيم اللي انت بعته في البدايه كده. ماشي طيب، ده كده في البدايه زي ما عملنا سيت للتيبل نيم، انت بتبعت بقى اللي انت عايزه، بتبعت الاسم اللي انت عايزه، وانا بحط لك الاسم اللي في الكلاس اللي انت عرفت منه اوبجكت للي انت عايزه، عايز تسميه امبلوي، عايز تسميه ديبارتمنت، عايز تسميه بروجكت، تسميه زي ما تسميه. ماشي الكلام. بعد كده هعمل فانك الخاصيه الثانيه اللي هي ريد اونلي، او للمتغير الثاني اللي هو ريد اونلي للتسهيل يعني. ادي ايه، سيت ريد اونلي، سيت ايه، ريد اونلي، عايز تظبطها على انهي حاله، ابعت لي الستيت، الحاله ترو ولا الحاله فولس براحتك، ابعت الايه، ابعت الستيت بتاعتك. ماشي، واروح انا جاي بعد كده قايل لك ايه، ذس يعني اقصد حاجه من جوه الكلاس، دوت الريد اونلي، يعني انا كده بقول له ايه، بقول له الريد اونلي اللي جوه الكلاس اللي هي بتساوي الستيت اللي انت بعته. ماشي، واجي اروح عامل فانك تاني لايه، سيلكت اول رو، بعمل هنا ايه، ست سيلكت اول رو، ست سيلكت اول رو، وابعت لي الستيت، ابعت لي الستيت، وهنا هظبطها ايه، هنده على الزس، يعني من الكلاس ذس دوت الايه السيلكت، اقول اهو الايه السيلكت اول رو، سيلكت اول رو، خليها بتساوي الستيت اللي انت بعتها ايه، بس كده كده ايه، تظبيط للثلاث متغيرات دول. طيب لغايه كده بفضل الله تمام قوي، يعني ده كده مجرد تظبيطات بس، شويه تظبيطات اعملها انت قبل ما تستخدم الجدول. طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه تاني، هنعمل فانك تاني. طبعا اهم حاجه للجدول قبل ما تستخدمه انك تحدد الاعمده بتاعته. طب انا هنا هحدد الاعمده بتاعته ازاي، خد بالك بقى انا هنا مش هشغلك واقول لك قول لي ست كولومن كام، انا هنا هخليك تضيف انت العمود على طول، يعني هنا انا عايز اسهل عليك، انا بعمل الكلام ده عشان اسهل على استخدامك، فاهم الفكره، عايز استخدامك كمبرمج يكون سهل،
فعلى طول يا باشا اد فورم على طول، ضيف العمود بتاعك على طول. يعني اضيف ايه؟ اضيف الكلمه بتاعته. اسمه ايه؟ كولومن، كولومن نيم، اسمه ايه؟ ضيف العمود بتاعك. يوم انا هعمل ايه هنا بقى جوه الاقواس، جوه الداله دي؟ بالك الاقواس دي انت المفروض تكون عارف انها تنظيميه، وشرحنا الستايل بتاع الدوال قبل كده. المهم علينا، انا هنا عايز اعمل ايه؟ انا هنا عايز لما انت تديني عمود اضيفه انا فين؟ في الليست اللي عملتها فوق دي اللي انا سايبها فاضيه كافتراضي. انا هاجي هنا، انت اديتني العمود، فكنا فاكرين بنضيف الليست ازاي؟ باد، صح؟ اد ما بين الاقواس هنا، بديله الاول الليست وبعد كده بديله قيمه. فالليست هجيبها من زيس دوت الايه، الكولومنز اللي هي جوه كلاس، ماشي؟ وبعد كده كوما، اديله القيمه اللي انا عايزه يضيفها اللي هي الكولومن اللي انت بعتها، كولومن نيم، تمام كده؟ كده واحده كده. انت بتعمل ايه كده؟ يخليك انك انت ضيف اعمده، ضيف الاعمده اللي انت عايزها بقى، تنده وقات كولومن خد كاس، تنده وقات كولومن خد. خلاص انت مش ملزم تقول لي عددهم كام، لان انت كل ما هتدخل عمود هيزيد عدد واحد، كل ما هتدخل عمود هيزيد عدد واحد تلقائي من غير انا ما اعمل اي حاجه. فاهم الفكره؟ طيب دي كده حاجه بفضل الله. هنعمل فانك ثانيه برضو، مش عايزين ننسى الصف. هنعمل فانك ثانيه، اد رو، تضيف بقى ايه؟ رو، رو بتاعك هكون عباره عن لسته فيها البيانات، ماشي؟ هتبعت لي الرو ليست بتاعتك هنا اهو للاقواس، هتبعت لي ايه؟ الرو ليست، يعني الليسته بتاعت الصف، الليست بتاعت الصف، ليست فيها ايه؟ القيم بتاعت الصف، ماشي؟ وما انا هعمل ايه هنا؟ هعملها برضو باد اهو، هعملها بايه؟ باد، اد ايه؟ اد اول حاجه this من الكلاس دوت الروز، الروز اللي جوه الكلاس، القيمه اللي انت بعتها لي او الليست اللي انت بعتها لي هي الايه؟ هي الرو ليست اللي انت بعتها بس. خد بالك من القصه جايه ازاي؟ هنا بفضل الله تقدر انك انت تعمل ايه؟ بفضل الله تضيف صفوف. كده احنا ضفنا اعمده، ضفنا على طول، ضيف الصف خلاص خلصت. انت بعد كده مش هتشغل بقى دماغك بتعمل ايتم للتيبل والجيت وتضيفه مش عارف فيه. لا لا خلاص، انت الكلام ده هتنساه بعد كده. احنا شرحناه في الاول عشان نفهمه، لكن دلوقتي بفضل الله بنسهل على بعض جدا بفضل الله. بس طيب، بما انك بقى يا باشا اضفت الاعمده واضفت الصفوف، طب احنا دلوقتي عايزين حاجه تجيب لنا العدد بتاع الاعمده والعدد بتاع الصفوف. فخلاص نعمل فانك، الفانك دي نسميها ايه؟ نسميها كولومن كاونت. كولومن ايه؟ كاونت. عايز ايه من الكولومن كاونت؟ مفيش ولا اي حاجه، انت هتنده عليها وانا هروح عامل لك ريتيرن على طول لعدد الاعمده اللي عندك. ريترن الايه؟ لعدد الاعمده. ريترن عدد الاعمده ازاي؟ اجيب القيم، مجموع اجمالي القيم اللي في الليسته بتاعت الاعمده. خلاص يبقى باللن يا باشا، ريترن اللن، جوه اللن هكتب ايه؟ من الزس دوت ايه؟ دوت كولومنز. الليست اللي عندك فوق بقى اللي انت عمال تضيف فيها دي اهي. بعد كده نعمل فانك ايه؟ المفروض كولومن كاونت، لا كولومنز كاونت بقى، كولومنز كاونت. وهنا روز كاونت، روز كاونت، ماشي اهو اهو نفس القصه. هريترن، ريترن ايه؟ اللين، اللين بتاع ايه؟ بتاع ذس دوت روز. تمام كده؟ كده بفضل الله احنا اسسنا تاسيس كويس لايه؟ الكلاس اللي سميناه جدول البيانات او داتا تيبل. الاول انت هتعمل الداتا تيبل، ماشي؟ وبعد ما هتعمله بفضل الله تبدا ان انت تستخدمه. الاستخدام ده يكون سهل عليك بعد كده بفضل الله. ممكن احنا نيجي هنا وسيبك من الزرار ده خالص اهو، نزل زرار تاني ونكتب عليه use data table
كلاس. يوز داتا تيبل ايه كلاس، وخلي الفونت بتاعته مثلا على 14 بالشكل ده كده، كبره شويه كده ماشي. وهو اسمه ايه ده، بي تي ان شو، نخلي ده بي تي ان شو 2 اهو، بي تي ان شو 2. وخد دي كده حطها هنا في الايفنت، وزود عليها اندر سكور كليك، ايه رايك؟ وخد اسم اللي حطيته في الايفنت كده، ادي سيف، وارجع للكود تاني هنا. الحصونه لايبرري بقى احنا عملنا سيف عليه خلاص. ارجع بقى للكنترولر بتاعك العادي، انزل تحت حط زي ما عملت فانكل دي، اعمل ايه؟ اعمل لي فانكل الثانيه اهي، ادي فانك لايه؟ للزرار الثاني اللي هنكتبه هنا، هتنفذ فين؟ بفضل الله في الزرار الثاني. دلوقتي هعمل ايه؟ هبدا اجرب استخدمه، هبدا اجرب ايه؟ استخدمه. طيب احنا دلوقتي هنعمل تي بي ال. التي بي ال ده، التي بي ال ده بيساوي نيو، خد بالك انا كده كده نده على الحصونه لايبرري فوق، ما تنساش لود في الاول خالص نده عليها عشان ما تنساش بس ماشي. وعاملين التي كمان نستخدمه. المهم هاجي هنا اقول له نيو من الايه، من الداتا تيبل، نيو من الايه، من الداتا تيبل. وادي ايه قوسين فاضيين، وادي هنزل اعمل هنا بفضل الله. تعالى نعمل حركه، وهي تي دوت مسج، مسج بوكس. وهنا هعمل ايه؟ سترينج، يا ده محول سترينج اللي هو ايه، من التي بي ال. انا عايز ايه؟ عايز ولا اقول لك على حاجه بلاش تحولها. تعالى احنا نحط قطعه نصيه كولومنز نقطتين كده، ناخد مسافه وندمج معاها كده، هيحول تلقائي ما دام في اوله نص ودمجنا يعني. من التي بي ال يا باشا اللي احنا عملناها اسمها ايه دوت، كان اسمها ايه؟ بين كولومنز كاونت، كولومنز كاونت، كولومنز ايه كاونت. وادي ايه قوسين، خد بالك انا عملت الجدول بس ما عملتش اي حاجه تاني خالص، جدول وقوسين فاضيين وخلاص. تعال نجرب كده سيف، وادي كنترول مع اف 5، دوس على الزرار الثاني قال لك كولومنز بزيرو، ليه انت عملت الجدول ما فيهوش اي حاجه خالص. طيب بما انك عملت لي الكولومنز، تعال اعمل لي ايه الروز بالمره، تي دوت مسج بوكس، اريد لي كلمه ايه، اريد لي كلمه روز نقطتين مسافه كده، وبعد كده ادمج معاه من التي بي ال دوت روز كاونت. وادي قوسين، وادي سيف، كنترول مع اف 5، اقطع الزرار. بص قال لك ايه، الكولومنز زيرو والروز زيرو، طلعهم الاثنين في رساله واحده، مفيش مشكله عندي بفضل الله. اعمل هنا متغير سميه str count، ده بيساوي الكلام ده كده، وهنا هو هو المتغير زائد بيساوي الكلام ده كده، شيل القوس من هنا وشيل القوس من هنا، وانزل هنا اطبع المتغير e dot message box، واطبع انت ايه ال str count. سيف، كنترول مع اف 5، بص بقول لك في رساله واحده، كولومنز زيرو روز زيرو ماشي. ممكن تعمل هنا كده مسافه سيمي كولوم مسافه ثاني، كنترول مع اف 5 اهو، كولومنز زيرو روز بزيرو. تعالى بقى اختبار كده، هاجي هنا واعمل ايه؟ احنا كده هنا بنختبر بس بدايه، هندق على التي بي ال اقول له ايه دوت اد كولومن، عايز اضيف رو، عايز اضيف عمود، عايز اضيف عمود كولومن عمود، اد ايه كولومن، اسم الكولومن ده امبلوي، امبلوي اندر سكور نمبر. وادي سيف، كنترول مع اف 5، بص كده شفت بقى، قال لي ايه كولومنز بقى بواحد يا ريس، والروز لسه بصفر، انت ما ضفتش حد، خدت بالك من الفكره؟ طيب نيجي هنا تي بي ال دوت اد كولومن، ناخد بالك بعد كده ده بفضل الله هيترجم للتيبل وتجت من غير تعب، تلاقي الدنيا بفضل الله بسيطه وجميله جدا. هعمل عمود تاني ب
احنا لسه ما خلصناهوش، لسه شغالين فيه. اعمل عمود تاني اسمه employee تمام اندرسكور نيم، خد بالك وادي ايه، سيف كنترول مع اف 5 دوس. عدد الاعمده بقى 2 اهو، في اكتف اهو، في تفاعل معاك بفضل الله. طيب تعالى بقى ايه، نيجي هنا لسه الصفوف بصفر، تعالى تي بي ال اللي احنا عرفناه ده دوت اد رو، عايز اضيف صف. الصف عباره عن ايه اهو، خلاص موظف رقم واحد اسمه احمد، وادي ايه تي بي ال دوت اد رو موظف رقم اتنين اسمه عادل، ماشي تي بي ال دوت اد رو موظف رقم تلاتة اهو اسمه محمود، تي بي ال دوت اد رو، وهنا موظف رقم أربعة اسمه عمرو، تي بي ال دوت اد رو اهو، موظف رقم خمسة اسمه وهكذا. ودي سيف. انا عندي كم عمود؟ عندي عمود اتنين، وعندي كم صف؟ عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس صفوف، عمودين وخمس صفوف. ادي سيف، وادي كنترول مع اف 5 بص كولومنز 2 روز 5 كده بفضل الله، تفاعل زي الفل معاك اهو. احنا كده لسه يا دوب، معلش عشان بس ما تسرحش مني، الكلام ده الاستخدام الاخير يا باشا، اللي انا بعمله ده الاستخدام الاخير، احنا لسه بنبني فيه، ما عملناش فيه حاجه غير اساسيات، شويه متغيرات وشوية دوال للأساسيات بفضل الله، ونكمل المرة الجاية بإذن الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة أكبر دعم لينا بفضل الله، عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما إنك أي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك أكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.